إلى صحيفة المجهر، ومنها نقرأ: الوطن يدعو لوقفة تضامنية اليوم لمنع تسليم البشير للجنائية. أعلن حزب المؤتمر الوطني عن تنفيذ وقفة تضامنية اليوم احتجاجا على دعوات تحالف قوى الحرية والتغيير المطالبة بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية. وأعلن رئيس الحزب إبراهيم غندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الجمعة أن الوقفة الاحتجاجية ستكون اليوم في 10 صباحا أمام معهد تدريب القضاء بالخرطوم. أستاذ حيدر، أول وقفة وأول ظهور لمنسوبي المؤتمر الوطني علنية في الخرطوم في أعقاب دعوة لرئيس الحزب بروف غندور للمناهضة قرار أو دعوات تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية. ويعني هذه حسب الخبر ده يفترض أن تكون الوقفة هذه ما زالت قائمة حتى الآن، أو ربما قامت وانفضت، لكن على كل حال القضية قضية قانونية، يعني لن تجدي فيها وقفات تضامنية، وقفات احتجاجية مثل هذه التي دعا لها البروف غندور الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني المخلوع. يعني حقه يسترجع ذاكرته بروف غندور بالسنين الماضية، يعني فهو وجماعته يعني خلال السنوات الماضية نظموا كثير جدا من التظاهرات المصنوعة وحشدوا لها حشدا كبيرا، والشتائم ضد المحكمة الجنائية وضد أوكامبو وضد أمريكا، ويا أوكامبو يا جبان ومش عارف ايه، كثير جدا من الهتافيات ولم تجدي شيئا، ولم تجدي لا مسيرات ولا هتافات ولا وقفات تضامنية أو احتجاجية شيئا. هذه قضية قانونية جنائية واضحة جدا. نعم، يعني بحديثك السير فيها في المسار القانوني. نعم، هذا في المسار القانوني. كيف تقرأ أن الحكومة ستتعامل مع هذا الملف المعقد، ربما بخلفية قانونية، بخلفية سياسية، بشرعية ثورية، يعني أي مبدأ يمكن للحكومة أن تتعامل بهذا الملف، خصوصا أن هناك تصريحات ربما متضاربة بين يعني في الرؤى فيما ما سيؤول إليه مصير ملف الجنائية الدولية؟ شوفوا، طبعا المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا في حالة إنه القضاء الوطني حاجز أو غير قادر لأي سبب كان على إجراء المحاكمة. وصحيح إنه هناك يعني ظلت مطالبات كثيرة جدا بتسليم المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه طوال هذه السنين ومنذ أن صدرت مذكرتي التوقيف لم يتم شيء حيال هذه القضية، يعني لم يتم التحرك حتى على المستوى الداخلي في إنه تتم عقد محاكمة للمتهمين أو الذين وردت أسمائهم في لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية. فعليه هي المحكمة لا تتدخل إلا في هذه اللحظة، وواضح جدا إنه حتى الآن لم تنعقد محاكمة داخلية للمتهمين في لائحة المحكمة الجنائية الدولية. إذا تمت أو عقدت محاكمات تحت وجود قضاء مستقل ونزيه وحر يتولى هذه القضية، هذا ممكن وهذا يكفي الباب المحكمة الجنائية الدولية. تسند الحكومة الحالية في هذه الفترة الانتقالية قرار محاكمة البشير للقضاء الوطني؟ هو حتى الآن طبعا القضاء فيه مشاكل كثيرة جدا، يعني فيه مشاكل كثيرة جدا، وما زال قضاء العهد البائد ما زال حتى الآن مسيطر على الساحة، فيحتاج إلى عملية إصلاح كبيرة جدا حتى يضمن الناس أن هنالك تأسس قضاء حر ونزيه ومستقل، بعد ذلك يصير قضاءنا الوطني مؤهل لإجراء مثل هذه المحاكمة. بالعدم تظل مسألة تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية قائمة ولن تسقط بالتقادم ولن تجدي معها مثل هذه الهتافيات والوقفات الاحتجاجية. المسار قانوني واضح، لن تسقط إطلاقا، وستلاحق هؤلاء المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع إلى أبد الآبدين. نعم. إلى أن يعني يغادروا هذه الفانية. وكان يعني هنالك سابقة أحد الرؤساء، أذكر إنه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا كان أيضا متهما في المحكمة الجنائية الدولية، ذهب طواعية وبنفسه وسلم نفسه وخضع للمحاكمة وحصل على البراءة. نعم. وطالما أنكم واثقون جدا من أن هذه تهم مزيفة وكيد وتآمر، وأن هؤلاء المتهمين وعلى رأسهم المخلوق بريئين من هذه التهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب،
فلماذا لا يذهب للمحكمة ويحصل على البراءة حتى يتجاوز هذا الأمر الذي سيظل يلاحقه إلى إذن ستبقى هي القضية قائمة. وبعدين إحنا بنقول بعدين في المثل الشعبي العادي بنقول يا كاتل الروح وين بتروح؟ ما بيروح.